دكتور حضرتك بتؤمن انه مفيش حاجه اسمها فشل، في طريقه ما نفكر بيها تخلينا نبتعد عن الفشل او نلغي هذه الكلمه، ازاي ممكن نلغي هذه الكلمه؟ عارف اصل كلمه فشل نفسها في الفكر بس ان شخص بطل يفكر بطريقه تخليه يتقدم. لو انا الواشي جاي اعمل حاجه وبعدين وقعت، فانا اتعلمت ان انا وقعت، فالمره الجايه مش هقع، ولو وقعت ثاني هقف، لو وقعت ثاني هقف. فمش حاجه في الدنيا اسمها فشل، في خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت بتعمله ما ادكش النتائج اللي انت عايزها، يبقى تعمل حاجه مختلفه وتعمل حاجه مختلفه لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك، وتيجي تبص وراك تقول لك يا خبر ده انا تعبت استحق. فلولا الفشل ليه ما كان للنجاح معنى؟ فعشان كده مفيش حاجه في الدنيا اسمها فشل. يقول لك انا فاشل، ما تقولش انا، لان الانا دي في المكان والزمان والماده والطاقه، دي افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تحطش انا وتحط معاها سلوك. طب انت فاشل في ايه؟ فاشل ايه؟ واحد يقول لك انا فاشل، انت بحالك في كل حته فيك طول النهار، وكبد وكلى والطحال كلهم فاشلين، حتى لما يجي لك مره يجي لك فشل كلوي من كتر ما انت فاشل. ما ينفعش، ما تقولش كده لنفسك، تقول في حاجات معينه عملتها ما ادتليش النتائج اللي انا عايزها. طب ليه؟ اقيمها، اتعلم منها، اعمل حاجه مختلفه واحطها في الفعل. وتعرف لولا ان انا وقعت الوقعه دي ما كنتش اتعلمت. يا ما ناس مثلا تتطلق ولك اصبحت افضل بالنسبه لعلاقاتي مع الشخص جاي اللي انا هجوزه. يا ما ناس تترفد ولك تعرف لولا ان انا اترفدت ما كنتش اتعلمت بقيت افضل، ما كنتش عرفت ان انا افوق واصحى، انا كنت بتدلع اروح متاخر، ما اعرفش اي حاجه، ما اعرفش لغات، لان شاطر فن الاتصال وبتعصب بسرعه، لما جم طردوني فقت فبدات اتعلم فاصبحت افضل. فشخص يقول لك لولا اللي حصل لي ما كنتش بقيت كويس، ففين الفشل؟ شعور الاحباط اللي مسيطر على كتير من الناس، نتخلص منه ازاي؟ هو عشان خاطر واحد يحبط يبقى لازم يفكر في فكره تخليه يحس بالاحباط، لان المخ بيبعت رساله للجسم والجسم بيتفاعل معاه. هي درست وتعبت وكانت منتظره حاجه تحصل. اللي ممكن يتعب الانسان التوقع الايجابي. ففرض زي ما انا بقول مثلا انا متوقع حاجه تحصل لي ما حصلتش، فبتنعكس عليا فبتعمل لي انعكاس نفسي فتخليني اتضايق. فلما الانسان بيعمل حاجه خليك مرن في توقعاتك، وطالما درستي توكلي على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. حطي نفسك في الاسباب، سيبي النتائج عند الله عز وجل. شوف حاولي تتحكمي في النتائج. انا بدات لما جيت هنا بدات بجرسون، ولما جيت سافرت بره كنت مساعد مدير عام، سافرت بره في غسيل الصحون. مش مهم ابدا فين، المهم حني فين. مش مهم هبدا ازاي، المهم حني ازاي. وطالما عندي هذه العزيمه وعندي هذه الاراده ماليش دعوه باللي بره. رأي الناس فيا لا يدل عليا ولا يدل عليا، انا افضل مخلوق وانت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. كل في كون ده مسخر لنا والخير موجود اروح اجيبه. ان انا مهما حصل، انت عارف لما بيلعب مثلا لاعب رياضي، يعني انا كنت بطل مصر قبل كده في تنس طاوله، عشان خاطر ناخد البطوله ما احنا كنا كتير في 2000 لاعب، مش معنى انت تكسب. انا كنت بسال واحد من اللعيبه الكبار في الفتره اللي فاتت كنا بنتمرن مع بعض، لو فاكر بنلعب 4 ساعات كل يوم، قال لي 4 ساعات مين؟ ساعات من 6 ل 10 ساعات. عارف البطل بيعمل حاجات الفاشل ما يحبش يعملها. فاهم ازاي؟ ان ده بيصحى بدري ده مش عاوز. فاول ما تحطي نفسك في الاحساس ده وتقولي فيه احباط، تقول ثانيه واحده ليه؟ حصل لي ازاي؟ فين؟ استفيد منه ازاي؟ احوله ازاي ابقى صاحبي؟ وافضل والا اقعد في البيت واشتكي وخلاص. دكتور حضرتك بتتكلم عن حاجه مهمه قوي، المرونه. يعني ايه المرونه؟ وهل المرونه يجب نضع لها بعض البدائل عشان نستفيد من قيمه المرونه دي ولا لا؟ كلمه المرونه بقول لك ان الشخص في الحياه اللي عنده مرونه اكثر بيتحكم في اعصابه، لان عندي اكتر من بديل. لو ما حصلش ده عندي ده وهكذا. لكن شخص ما عندوش اي مرونه، ما عندوش الا بديل واحد بس، لو ما حصلش يبقى انا تعبت نفسيا اهو. ده انا متوقع ان ده ينفع، لازم ينفع، ولو ما نفعش خلاص يبقى انا متضايق. لكن اديني اكتر من بديل. تعرف حضرتك انا كانوا جابوني في قناه من القنوات مع اوائل الثانويه العامه، وبعدين كلهم داخلين، فجابوني عشان يعني اسالهم. فسالتهم السؤال، كلكم داخلين فين؟ كلهم بدون استثناء طب، هندسه، صيدله، علوم، اللي هي الحاجات بتاعه زمان اللي هي نفس الحاجات الاساسيه. طب لما تجوه وتتخرجوا وتعملوا كلهم بدون استثناء معيد او معيده، طب لو ما حصلش تعمل ايه؟ مش عارفين يردوا. هل ممكن تشتغل حاجه تانية؟ هل ممكن تكمل دكتوراه؟ هل ممكن تسافر بره؟ هل ممكن كنت دكتور ممكن تشتغل في عياده، في مستشفى، تفتح حاجه، تبدا في مكان، تاخد لك سنه تتعلم فيها لغات؟ مش عارف. لو ما عندكش اي بدائل في الحياه، طالما ان ما انتش مرن يبقى هتحبط، لان باستمرار هتوصل لاحباط زي ما حصل من شويه. طالما انا عارف انا بعمل ايه، هتوكل على الله سبحانه، وانا متاكد بايمان تام ربنا اطلاقا مش ممكن هيضيع اجري ابدا. ربنا سبحانه ان الله يجعل اجر المحسنين، عارف ان الله يجعل مع العمل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فمهما كان ربنا هيعوضني وربنا هيديني، بس محتاج شويه صبر. عارف ساعات انا في من الدكاتره الكبار اسمه دكتور نورمان فينسنت بيل، قال لك لو معاك كوشه مفاتيح كده عشان تفتح باب، اخر مفتاح هو اللي هيفتح الباب، مش الاولاني ولا الثاني. الناس بقى المفتاحين الثلاثه الاولانيين يروح سايبه ماشي، بل الباب يقول لك ما استنى شويه، ده انا خلاص ده في تكه محتاج صبر.